تعالوا النهارده نجرب كل منتجات مزارع دينا، يلا بينا. طيب ناخدهم كده بالترتيب كده واحد واحد. عندك اول حاجه كوفي شيك اللي هو الايس كوفي، يعني احنا جربناه قبل كده بس يعني نجربه تاني. ده الايس كوفي. تاني حاجه عندنا لبن بالتمر. ثالث حاجه لبن بالشوكولاته. رابع حاجه عصير ليمون بالنعناع، وده متحمس له جدا جدا على فكره. خامس حاجه عصير مانجو. سادس حاجه عصير البرتقال، عصير البرتقال. واخر حاجه معانا هو لبن بالفراوله. انا متحمس لهم جدا جدا بصراحه، وتعبت اول حد ما جبت التشكيله دي كده كلها. ما اعرفش انا كده نسيت حاجه ولا ما كانش في حاجه موجوده ولا لا. صراحه حرفيا جبت كل حاجه موجوده في جامعه حلوان. دورت في جامعه حلوان بص كشك كشك يا باشا عشان اجيب كل المنتجات دي. فلايك بقى بسرعه وشير يا باشا بقى، وانستجرام بسرعه قبل ما نبدا اي حاجه. ولو انت ما عملتش فولو لحد دلوقتي اعمل فولو يا زميلي. ها اعمل فولو. ناخدهم بالترتيب، نشيل كده كل ده كده على جنب. نمسك اول حاجه الايس كوفي. طبعا جميع المنتجات دي كلها صلاحيه 7 ايام فقط، فانت اتاكد من تاريخ الانتاج اللي فوق ده وتاكد ان هو ما عداش ال 7 ايام ده قبل اي حاجه. نفتح بقى كده ونشوف ريحته ايس كوفي. طبعا انا جربته بس انا بجربه معاكم تاني لتاني مره يعني، فتعالوا نجرب. بص ما اقدرش اقول عليه نص كلمه حرفيا، ايس كوفي كما يجب ان يكون. لو انت واحد ما دوتش الايس كوفي قبل كده او ما جربتش ايس كوفي قبل كده، فانصحك ان انت تجرب ده اول مره، لان بص هيدخلك بقى افاق الايس كوفي. ممكن نعمل حلقه تانية الفرق ما بين الايس كوفي ده والفرق ما بين الايس كوفي اللي هو ارخص ايس كوفي في البيت اللي هو كان ب 2 جنيه تقريبا او بجنيه، فممكن نعمل فرق ما بينهم هما الاثنين، الايس كوفي بتاع مزارع دينا والايس كوفي بتاع البيت. لو انت حابب اكتب لي تحت في الكومنت. تاني منتج عندنا وهو لبن بالشوكولاته. طبعا كل المنتجات دي ب 7 جنيه، اللي هيقول لك ب 10 واللي هيقول لك ب 8 واللي هيقول لك ب 15، عشان بشوف بصراحه في الكومنت ارقام خرافيه حرفيا. فده انا جايبه من جامعه حلوان ب 7 جنيه وجبته قبل كده من المعادي. ماذا يعيش السمك في الماء؟ فالتاجر اللي بيبيعه ب 8 وب 10 انت هتتشوف في نار جهنم. بطلوا نصب، بطلوا نصب يا تجار على الناس، بطلوا نصب، تجار نصابين. طب 7 جنيه في اي حته. طيب نجرب ريحته، ميكس جهينه قوي يعني، فتعالوا نجرب. بسم الله. اوه ميكس جهينه بس على نضيف قوي. ده برده كلبن بالشوكولاته، هديله برده 10 من 10 لان بصراحه الشوكولاته غنيه قوي قوي فيه، بتحس انت بتشرب ايه ميكس جهينه كده ولكن على ايه انضف شويه. ثالث حاجه تمر باللبن. تعال نشوف التمر اللي باللبن عامل ايه يا مزارع دينا. ايه يا عم، ايه يابا، ما تحط له بصمه يا عم بالمره يا عم، في ايه؟ بسم الله. بص هو في طعم البلح فيه ولكن ما عجبنيش بصراحه، مش عارف ليه. انا حاسس ان هو وش مش حمضان، لا طعمه ما عجبنيش. انا متعود على اللبن مع البلح زي في رمضان كده، يا رب يبلغنا رمضان يعني، يا رب يا رب. ده اللبن بقى السخن بيتحط على البلح نشرب الكلام ده. ده طعم البلح باين فيه ولكن ما اعرفش، في حاجه غلط. تحس ان هو ممكن يكون حد تاني عجبه، او ممكن يكون عشان انا اول مره اجرب حاجه زي كده يعني لبن بتمر يعني. لا ما عجبنيش بصراحه. هو تمام جدا كل حاجه ولكن الطعم ما عجبنيش. اذواق بقى. ونيجي للي بعده، عصير المانجا الفريش. عصير المانجا الفريش، بدأنا ندخل في الصعب. انا مش فاهم فيه ايه، فيه ايه يا عم. مبدئيا انا فتحت بس كده في هوبا كده يا باشا مانجا كده في وشك، بوف خد يلا في وشك يلا مانجا. فالبدايه مبشره جدا جدا. طعم المانجا جامد قوي قوي قوي. بسم الله. عارف المانجا المظبوطه اللي سكرها مظبوط، اللي كل حاجه فيها تمام، اللي المانجا مش بايظه، السكر بتاعها مظبوط قوي، ولا سكر قوي قوي ولا مش مسكره خالص. بص هذا هو عصير مانجا بيزك جدا كما يجب ان يكون، وكما يجب ان يكون في معايير المجتمع كلها والعالم كله. من غير اي كلام 10 من 10. مانجا حلوه قوي قوي وهجيبها تاني على فكره، عجبتني جدا. ونكمل في سلسله الفريش البرتقال. هل البرتقال هيعجبني زي المانجا؟ فده اللي احنا هنكتشفه دلوقتي، هنكتشفه. ايه يلا في ايه يا بص، احنا ايه نشرب ونحكم لان الريحه مش مبشره يعني. بسم الله. بص عارف البرتقال اللي مش محطوط عليه سكر خالص، البرتقال الدلع كده او مش عارف بتسموه ايه، الميزز، بيبقى فيه ميزه كده في الاخر، هو ده تمام. البرتقال فريش جدا جدا، باين ان هو فريش فعلا، ولكن في اللي هو ايه لزعه كده في الاخر كده اللي هي لزعه البرتقال. بصراحه يعني ما فضلوش، ما جابوش تاني يعني بصراحه. ما عجبنيش بصراحه. ممكن برده نديله 7 من 10 او 8 من 10. ونيجي للمنتج الاخير وهو ليمون بالنعناع. كل المنتجات دي عامله 7 جنيه يا تجار يا حراميين، حراميين 7 جنيه في كل حته، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حراميين. طيب اوه على ريحه النعناع، ريحه النعناع جامده قوي، ريحه نعناع قويه جدا جدا يعني. طيب ندوقه. بسم الله. اوه المشروب ده منعش جدا جدا، هو محتاج كده ايه يوم حر قوي وشغال وتعبان كده يا باشا وطالع عينك وكوته يالا بالكوته ياه، والدنيا حر بقى كده يا باشا والشمس بقى عموديه على وشك، تقوم شارب ده عارف انت يا الله ترطب. بص ينزل كده يا باشا ترطب كده على قلبك، ينزل كده يعمل تش. فكإنعاش
10 من 10. ونيجي لاخر حاجه واكتر حاجه انا شايفها كيوت في حياتي كلها، وهو فراوله باللبن. المنتج ده كيوت جدا، كيوت حرفيا. بص يا باشا كيوت قوي. بص ظبطت كده اعدادات الكاميرا عشان تشوف اللون بتاع المنتج ده عامل ازاي. انا ممكن اشتريه عشان لونه بس، بص لونه عامل ازاي. واظن كده انا برضو بقيت احلى في الاعدادات بتاعه الكاميرا. ودي فرصه ان اقول لكم شوفوا بقى ايه في الاول كان احلى ولا دلوقتي الاضاءه اللي عليا دي كده احلى ولا ايه، علشان يعني ايه نثبت في الفيديوهات اللي جايه على هذا اللوك لو ده عجبكم يعني. فبكتب لي تحت في الكومنت قبل ما نجرب ده، ونجرب الفراوله باللبن ونشوف هذا الكيوت سوف يمتد الى الطعم ام لا. يا رب ما يكونش اللي في بالي، لان انا جيت هب عليا ريحه دواء فراوله. ما تخيبش املي فيك والنبي، انت كنت كيوت. فتعالوا نجرب. بسم الله. ده يعلمنا ايه؟ يعلمنا ان احنا مش اي حاجه شكلها حلو نشتريها. ده الدرس اللي انا اتعلمته من الفراوله. طيب طعم عامل ازاي؟ دواء فراوله بس ليس الا. هو تمام طعم الفراوله باين قوي قوي فيه، ولكن الميكس ده معرفش قلب معايا بدواء فراوله قوي. معرفش كان دواء كحه ولا كان دواء ايه بصراحه، بس يعني مش عارف. بس هو قلب معايا بدواء فراوله قوي. اجيبه تاني ولا لا؟ بصراحه لا. ده يعلمنا ان احنا ما نشتريش اي حاجه كيوت قدامنا. طيب نرتبهم بقى الحاجات اللي عجبتني انا شخصيا على ذوق انا الشخصي. ممكن انت يكون عجبك حاجه تانية. اللي ياخد جنب المركز الاول لحد المركز الاخير، ونشوف ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. طيب الاربعه دول اللي هم الليمون والايس كوفي والمانجا والشوكولاته باللبن، لقيتهم في اي حته اشتريهم بلا تفكير، لان اي واحد منهم هيرضيك جدا جدا وطعمه خرافه جدا جدا. لو انت عايز كمان ادق كمان بقى وترتيب، شوكولاته رقم 1، كوفي رقم 2، مانجا رقم 3، ليمون رقم 4، بالترتيب كده كان حلاوه. بس لقيت اي واحد فيهم اشتريهم. نسيب بقى دول كده على جنب خالص. الثلاثه دول ما عجبنيش ولا واحد فيهم. حلوين ولكن هم ما عجبونيش انا. ممكن يعجبوك انت، انا بقول لك رايي الشخصي. رايي الشخصي ليس الا الثلاثه دول ما عجبونيش، اللي هو الفراوله والفريش اللي هو البرتقال واللي هو التمر باللبن. حلوين جدا جدا، ولكن تقريبا خدوا معانا 8 من 10 و7 من 10 بس كده. ودي كانت منتجات مزارع دينا كلها. طبعا انت شايف طبعا بقى المحتوى اتغير وبقينا بنصرف الكلام ده. فولو بقى بتاعك والسبسكرايب على اليوتيوب، وطبعا الانستجرام طبعا والتيك توك، لان بنقدم هناك عظمه جدا جدا. وفولو هنا طبعا قبل اي حاجه علشان نوصل 100,000 فارو. طبعا شير في كل مكان، لايك في كل مكان كالعاده. دوس يا كوتش. السلام عليكم.